نهاية مرحلة اليوم، لكن كل الصعوبات لازالت قادمة. يعني لم نجتز سوى المرتفع الأول، لدينا مرتفع ثاني، لنقل بأنه بنفس درجة الصعوبة، بنفس القساوة، لكن المرتفع الثالث عند خط النهاية هو الأصعب، وهو الذي سيشتت المتسابقين بالتأكيد إلى مجموعات واحدة هنا وواحدة هناك. لكن النظر الأكبر، التركيز الأكبر سنراه أو سيكون على حملة أو على أصحاب المراكز الأولى ضمن الترتيب العام. نتكلم بالتأكيد عن حامل القميص الأحمر تاديج بريموز روغليتش، نتكلم عن أليخاندرو فالفيردي، نتكلم عن بوغاتشار، أنخيل لوبيذ، نايرو كينتانا، رافائيل مايكا، نيكولاس إيديت، ويلكو كيلدرمان. كل هؤلاء ستكون الأنظار موجهة عليهم. لويس أنخيل ميت، كان لويس أنخيل ميت كان جنبا إلى جنب مع جوناثان لاسترا، نراه الآن يبتعد قليلا عن جوناثان لاسترا أو يتأخر عنه، أو ربما لاسترا أيضا هو الذي تأخر عنه والتحق بالبيلوتو، والآن يدرك البيلوتون، يدرك لويس أنخيل ميت. كل المجموعة في الأمام، يعني أعتقد كل المجموعة في الأمام مع بداية الصعود الثالث لن تستطيع الوصول أو الصمود بهذه الطريقة. إذا ما كان هناك أحد سينفرد بالصدارة ويبتعد، سيكون من مجموعة البيلوتو، لكن سيبدأ الهجوم بوقت مبكر، يعني بمجرد الانتهاء من الهبوط من المرتفع الثاني. خمس دقائق فارق بين هذه المجموعة التي نراها أمامنا والتي أصبحت كخط مستقيم، هذا دليل على سرعة عالية، وبين مجموعة الصدارة. خمس دقائق ليست بفارق هين. طبعا لم يبقى أو لم يتبقى بين هاتين المجموعتين أي متسابق، إما تأخر وأدركه البيلوتو، وإما تقدم والتحق بمجموعة المقدمة. أصبحت الآن حاليا مجموعة المقدمة، سأرى من كم دراج أصبحت تتكون، من 22 دراج. طبعا أفضلهم هو نوكس الذي يبتعد عن متصدر الترتيب العام ب 18 ثانية دقيقة عفوا و 42 ثانية. وفقط هناك بالمناسبة بمجموعة المقدمة هناك خمس متسابقين، يعني لا يبتعدون عن المتصدر بأقل من ساعة، البقية أكثر من ساعة. لدينا نوكس 18 دقيقة، ياكوب فوغلزانغ لديه 22 دقيقة، وعدا عن ذلك صاحب المركز الثالث يعني لديه 43 دقيقة، وهكذا فوارق كبيرة جدا، ولا يمكن أن يكون هناك أي تهديد من هذه المجموعة على الصدارة. لكن لو كان أحد من المنافسين على الصدارة متواجد في تلك المجموعة لكنا ممكن أن نقول بأن الأمور ستختلف. هذه هي مجموعة المقدمة التي كنا نتحدث عنها قبل لحظات. هذه المجموعة مطالبة بالإبقاء على هذا الفارق الكبير بينها وبين البيلوتو، ليس من أجل شيء، يعني من أجل أن تزداد قليلا وتيرة البيلوتو. لا ننسى أيضا هنا بأنه ضمن هذه المجموعة متواجد توماس ديخينت بأقل الجهود، وأعتقد بأن توماس ديخينت سيلجأ إلى انفكاك عن هذه المجموعة وقيادة صدارة سولو ربما بعد الهبوط
نحو الهدف وهو الوصول نحو خط النهاية، لكن إلى أي مدى سيصمد أي من هؤلاء في التسلق الأخير؟ هنا يكمن السؤال. إذا ما بقي الفارق على هذا النحو، أعتقد بأن المجموعة ستصمد في التسلق الأخير، أو على الأقل بعض من هذه المجموعة، أتكلم عن مجموعة المقدمة. لكن إذا ما تقلص الفارق الآن مع الوصول إلى الصعود الثاني إلى أكثر من دقيقتين أو دقيقة ونصف، هذه الأمور يعني ستتلاشى تماما مع بداية الصعود الثاني. تأدية طيبة حقيقة في هذه البطولة لفريق جامبو فيزما، بينما هذا الذي نراه أمامنا فريق موفي ستار هو الفريق الذي يتصدر منافسات الفرق، وهو حامل اللقب في الموسم الماضي. أيضا الموسم الماضي كان الفريق